هناك فرق ما بين نظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الصحي، حيث أن نظام التأمين الصحي يرتكز على حرية الاختيار في الاستشفاء، يرتكز على تحملات البريزون شارج، يرتكز على الاستفادة من إرجاع مصاريف الطبية، بينما نظام المساعدة الطبية ونظام يشمل مساعدة الأشخاص الغير القادرين من أجل الاستشفاء في المستشفيات العمومية مجانا، وهذا هو الفرق. ولذلك فيعني بناء على مقتضيات الفصل الأول من قانون 65/00 أنه لا يجب أن يستفيد جميع المغاربة بدون تمييز بين استرجاع أو بين التغطية الصحية الإجبارية لجميع المواطنين، وهذا هو الورش تقريبا الورش الملكي الذي جاء في إطار القانون إطار 0921 من أجل تعميم التغطية الصحية الإجبارية لجميع المغاربة القادرين سيؤدون اشتراكات ومساهمات دولية، والغير القادرين وهذا هو الجديد بتغيير نظامهم، وهم الأشخاص المشمولين دابا حاليا بنظام التغطية الصحية الرماد، والذي تقريبا بصدور القانون في الأسبوع الفارط القانون 27/22 ألغى هذا النظام. ما بقيناش كنهضروا نتكلموا عن نظام الرماد أو نظام المساعدة الطبية، وأصبح المغاربة بما فيهم الغير القادرين الذين كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، وابتداء إن شاء الله بصدور المراسيم التنظيمية والمرسوم التنظيمي في اليوم تقريبا الذي يصادف يوم الخميس انعقاد المجلس الحكومي، سيصبح يعني بداية من حلول شهر دجنبر سنة 2022 وفق الأجندة الملكية سيستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية يعني في إطار ما يسمى بالمساواة في استرجاع المصاريف وكذلك في التحملات، شأن المستخدمين في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام.